ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما. النهارده حلقه غريبه جدا. في الحلقه النهارده هنتكلم على البريدكشنز بتاعه الجولدن جلوب. حصلت حاجه غريبه فشخ، لان اساسا الحفله بتاعه الجولدن جلوب هي في اخر شهر فبراير، تمام؟ والبريدكشنز بيعملوها دايما، اللي انا اعرفه ان هم بيعملوها دايما في نص فبراير. فحصلت حاجه غريبه جدا، كنت قاعد على اللابتوب بتاعي، فكنت قاعد بدور او بعمل ريسيرشز على شويه حاجات، لقيت بالصدفة ظهر لي فيديو 2021 جولدن جلوب اووردز نومينيشن. انا بجد ما اعرفش ازاي، انا كنت ولا حضرت حاجة ولا محضر بريدكشن زي ما كنت عامل السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها في الاوسكارز واللي كنت عامل في الجولدن جلوب. انا ما كنتش محضر اي حاجة، وفي افلام كتيرة جدا لسه ما كنتش اتفرجت عليها. بس انا لحسن حظي ان معظم الافلام بتاعت سنة 2020 او 2021 اتفرجت على التريلرز بتاعها، سواء بنسبة 90-95%. في حاجات انا عملت لها تريلر رياكشنز في الكاتيجوري بتاعنا سيفل رياكشن، في حاجات انا عملت لها كتيرة قوي تريلر رياكشن، وفي حاجات كتيرة جدا للأسف ما عملت لهاش تريلر رياكشنز بس اتفرجت على التريلر بتاعها، لان ما لحقتش اعمل لها تريلر رياكشن. لان لو كنت عملت لها حرفيا تريلر رياكشن احنا كنا هنتكلم في مثلا بتاع 40-50 فيديو، ده بجد بدون مبالغه. يعني الفتره اللي فاتت كنت عمال انزل فيه كميه تريلر رياكشنز بالعبيط بالهبل، وفي احب اقول لكم ان في كميه تريلرز اصلا انا ما عملت لهاش تريلر رياكشنز ويعني ومع ذلك برضو في فيديوهات كتيره جدا انا نزلتها انا مش حرفيا مش ملاحق، بجد انا اقسم بالله ما ملاحق. في افلام انا كنت اتكلمت عنها كنت هتفرج عليها وهعمل لها ريفيو، وبالفعل في فيديوهين او ثلاث فيديوهات ان شاء الله باذن الله جايين هعمل لهم ريفيو، او تقريبا عملت لهم اوريدي ريفيو على ما اعتقد، عملت لهم ريفيو اوريدي بس لسه فاضل في الايديتنج، ولسه في افلام لسه عايز اتفرج عليها قبل بدايه الجولدن جلوب وقبل بدايه الاوسكار. فانا مش عارف هو في ايه، يعني الدنيا ناس كلها نازله متسربعين بجد حرفيا، يعني سواء نتفليكس او اتش بي او ماكس، افلام اللي موجوده في السينما انا مش عارف. حتى دلوقتي دخلنا في منعطف الجولدن جلوب، لقيت مره واحده ظهر لي الجولدن جلوب بريدكشن ظهرت ومش عارف ايه. فانا مش محضر حاجه، تمام؟ السنه دي في الجولدن جلوب بريدكشنز انا للاسف مش محضر حاجه، لان انا اللي اعرفه ان هو دايما بيبقى في نص فبراير، البريدكشنز بتتقال في نص فبراير، والحفله بتاعه الجولدن جلوب بتبقى في اخر فبراير، ده اللي انا اعرفه. اكتشفت بالصدفه البحته ان النهارده قالوا الجولدن جلوب بريدكشنز تقريبا ما فيش من تلت ساعه، فانا حرفيا انا مش محضر اي حاجه. انا دايما في الجولدن جلوب على فكره بحب العب الافلام، بس ماليش انا في المسلسلات، بحب المسلسلات، مش بقول انا بكره المسلسلات، لا بحب المسلسلات بس مش بحب اتنافس في الكاتيجوريز بتاعه المسلسلات في الجولدن جلوب، بحب اتنافس بس في الموفيز. ف احنا هنعمل حركه صايعه جدا او هنعمل حركه حلوه جدا، احنا هنتفرج على الفيديو بتاع الجوائز بتاعه النومينيشنز بتاعه 2021 الجولدن جلوبز، هنلعب لعبة البريدكشنز بتاعتنا، بس هتبقى أفلام بس مش مسلسلات، تمام؟ أنا حرفيا المرة دي هتليني بهبد هبد جامد، فالله أعلم إيه اللي ممكن يترشح وإيه اللي ممكن ما يترشحش، عشان أنا حرفيا كانش عندي خلفية إن هيبقى فيه بريدكشنز، فأنا ما اتفرجتش وعملتش الورقة بتاعتي اللي هي بتاعت البريدكشنز والكلام ده كله. قدامي هنا الفيديو بتاع البريدكشنز، فأنا هتفرج عليه. الواتيفر مين اللي هيقول في الثاب نيل، انا خدت بالي ان في ساره جيسيكا باركر والتانية اللي اسمها تراج، مش عارف اسمها تراج ايه، البت السمراء، هيقولوا نومينيشنز، تمام؟ او هيقولوا الكاتيجوري، وانا هحاول ان انا اقول اي حاجه في النومينيشنز، هما تقريبا بيبقوا خمسة، تمام؟ فانا هحاول اقول اي حاجه. طبعا كالعاده ما اعرفش ايه مين هما النومينيشنز بتوع الجولدن جلوب 2021، فانا حرفيا انا ونحظي بقى، حتى لو طلعت كله غلط اعذروني عشان انا ما اعرفش، فانا هحاول اجيب اي حاجه هجيبها صح، تمام؟ انا هجري شويه هشوف بس الدنيا في الجولدن جلوب في الاول، وهشوف بعد كده ايه اللي هيتقال وايه اللي مش هيتقال. دلوقتي هبدا الفيديو على طول وهشوف ايه الدنيا، تمام؟ يلا بينا نبدا على طول الجولدن جلوب 2021. يلا بينا، هوبا تكه، يلا جميل، يلا بينا ندوس. Of nominees for the 78th annual Golden Globe Awards. Such an exciting moment we've been looking forward to. Taraji P. Henson. Okay, let's not keep the world waiting any longer. Ladies, take it away.
دي كانت عملت كاراتي كيد على فكره. ايوه عجزت قوي ساره جيسيكا باركر. ايه ده، دي كانت بتعمل سكس اند ذا سيتي. اوكي ساره هتبدا بالتلفزيون، احنا مالناش دعوه، احنا قلنا بالتلفزيون، فانا هوقف الفيديو لحد هنا لحد ما نبدا في القايمه بتاعت افلام. اوكي يا جماعه، هي ساره جيسيكا باركر وقفت هنا هتقول البست دايركتور. انا ما اعرفش حاجه مين هم ممكن يبقوا البست دايركتور الخمسه بتوعنا. اوكي ممكن يبقى مين، انا بقول كريستوفر نولان عن تانت طبعا، وش ده اساسي رقم واحد بالنسبه لي. ممكن مين تاني؟ ممكن ديفيد فينشر عن فيلم مانك، لسه مانك لسه ما اتفرجش عليه، عايز اتفرج عليه. ممكن مين تاني؟ ممكن ديفيد فينشر مثلا عن فيلم ذا ترايل اوف شيكاغو 7. هما خمسة، هو بيبقى خمسة صح، انا قلت كده قلت ثلاثة. وممكن الست ممكن الست بتاعت نوم لاند، مش فاكر اسمها ايه، هي كانت كورية على ما اعتقد. ممكن سبايك لي، بس انا مسقط الاسم بتاع سبايك لي للأسف. بس هما الخمسة بتوعي، يلا نشوف مين. ديفيد فينشر مانك، ديفيد فينشر، ريجينا كينج وان نايت ان ميامي. ايه ده، هي ريجينا كينج؟ هي ريجينا كينج عملت فيلم اخراج السنة دي، انا ما كنتش اعرف. وان نايت ان ميامي، معرفش ايه وان نايت ان ميامي. كده اتنين. Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago 7. Chloe Chow, Nomadland. أيوة هي كلوي شاو دي بتاعت نوملاند. الاسم الأخير ده على فكرة فضل كريستوفر نولان. Best performance by. إيه ده، ثانية واحدة حاجة حاجة، فين الاسم الأخير حاجة؟ أنت قلت أربع أسامي بس. ثانية واحدة يا جماعة، هرجع معلش تاني، معلش أنا آسف، أنا آسف، عشان كريستوفر نولان اسمه ما تقلش ولا أنا بيتهيأ لي. David Fincher, Mank, Regina King, One Night in Miami, Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago 7, Chloe Chow, Nomadland. أربع أسامي؟ إزاي؟ هو مش مفروض بيبقى خمسة في الكاتيجوريز؟ جماعة أنا آسف، أنا آسف، ثانية واحدة، أنا هوقف الفيديو وهكمله تاني، بس أنا عايز أعرف هو في في خمسة مفروض بيتقالوا. تمام، انا هكتب بس دايركتور وهشوف مين هو المخرج الخامس، اللي مستحيل يكون اربعه. بس البت غلطت على فكره، ساره جيسيكا باركر غلطت، هو المفروض خمس اسامي مش اربعه. ثانيه واحده معلش هبص. نو واي، ميرلين فينن بروميسينج يونج وومن، لا بتهرج، مفيش كريستوفر نولان عن تنت. انا مش مصدق، اقسم بالله ما مصدق. اميرالد فينل، ما اعرفش مين اميرالد فينل، ما اعرفش ده اصلا اذا كان ده راجل ولا ست اساسا. بس انا كده جبت اتنين صح ولا جبت تلاتة صح؟ جبت تلاتة صح، جبت ديفيد فينشر عن فيلم مانك زي ما قلت، ارون سوركن عن تريلر شيكاغو 7، ايوه، والست انا ما كنتش فاكر، مسقط اسم الست بتاعت نوم لاند، ايوه كلوز اهو. كريستوفر نولان مش موجود يا كفره، كريستوفر نولان مش موجود عن فيلم تانت. ده ازاي ده كريستوفر نولان يخش والباقيين دول كلهم ما يخشوش؟ ما علينا، انا وقفت، انا ما شفتش اي حاجه تانية والله. هكمل بقيه الفيديو، يلا خش على Best performance by an actress in a motion picture, musical or comedy. Best performance by an actress in motion picture, musical, comedy. مين best actress in a musical؟ فايولا ديفيز. في فيلم بتاع فايولا ديفيز وتشادويك بوزمان، بس انا اسف مش فاكر اسم الفيلم، اللي هو بتاع تقريبا كان بتاع الجاز. فايولا ديفيز هو ده ايه، ليدنج؟ وهي ليدنج ولا سبورتنج؟ هي تقريبا ليدنج، مفروض يعني ان هي ليدنج. مين تاني كان في ميوزيكال زي؟ ما اعرفش، انا هتفرج وهعرف، ما اعرفش بصراحه، لان انا بصراحه مش هقدر احكم. انا هقول يعني اللي حاول اللي اعرفه، لان انا ما شفتش كل الافلام، فمش حاضر اتعصب اعرف مين دخل ومين ما دخلش في الكاتيجوري. بس انا اكتر حاجه مضايقاني بجد لحد دلوقتي ان ازاي كريستوفر نولان ما دخلش عن تنت. انا ما اعرفش ازاي، يعني بجد ما اعرفش ازاي. شوف مين performance in actress in musical or comedy. ماريا باكالوفا، بورات subsequent movie film. بورات، كيت هادسون music، ميشيل فايفر French exit، روزموند بايك I care a lot، انيا تايلور جوي، ايه 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 كميه الاسامي الغريبه اللي عدت؟ ميشيل فايفر، اريا تيلر جونسون، ايه الاسامي دي؟ روزمان بايك، انا ما كنتش اعرف اصلا ان روزمان بايك عملت فيلم اصلا،
وما اعرفش اساسا ان ميشيل فايفر عملت فيلم اصلا وكمان اترشحه جولدن جلوب. واو، مفيش فايولا ديفيز؟ مفيش فايولا ديفيز ازاي يا جماعه؟ ازاي؟ ولا فايولا ديفيز تقريبا سبورتنج؟ انا ما اعرفش ما اعرفش. Best actor in a motion picture drama. ممكن نقوله تشادويك بوزمان عشان هو الله يرحمه بقى توفى، فانا حاسس ان هم ممكن يكرموه، بس ما اعرفش اذا كان ممكن يدوله الاوسكار السنه دي ولا لا. مين تاني ممكن؟ ممكن جاري اولدمان في فيلم مانك، عجبني قوي التريلر على فكره الفيلم ده، انا متحمس ان انا اشوفه. مين تاني دراما دراما دراما؟ احنا جبنا اتنين، احنا جبنا تشادويك بوزمان وجبنا تشادويك بوزمان وجبنا جاري اولدمان. ممكن مين تاني؟ ممكن انتوني هوبكنز عن فيلم ذا فادر، برضو عايز اشوفه، تقريبا هو مع اوليفيا كولمان لسه برضو ما شفتهوش. مين تاني مين تاني مين تاني؟ رز احمد طبعا، رز احمد عن فيلم ساوند اوف ميتال، ده وش المفروض هو اللي يكسب بصراحه، ده هيز ماي فيفوريت السنه دي بكل تاكيد. مين تاني مين تاني؟ انا الخامس ما عنديش اي فكره ممكن يبقى مين الخامس. مين ممكن خمسة؟ مين ممكن رقم خمسة؟ ما عنديش اي فكرة، ما عنديش اي فكرة نهائي. يلا نشوف يا رب. اتمنى انا قلت رز احمد، قلت شادوك بوزمن، وقلت هوبكنز، وقلت جاري اولدمن. الخمسة ما عرفش مين بصراحة، ممكن يبقى مين، الله اعلم انا بقوله ده صح اساسا ولا غلط، مش بعيد يكونوا مش موجودين دول كمان. رز احمد ساوند اوف ميتال الواحد. Rez Ahmed, I thought I heard somebody. Sorry. Let me start this again. Best performance by an actor in a motion picture drama. Rez Ahmed, Sound of Metal. Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom. Anthony Hopkins, ثلاثة. The Father. Gary Oldman, أربعة. Mank. مين خمسة؟ Tahar Rahim, The Mauritanian. ثانية واحدة. مين؟ Ruben, Mank, Tahar Rahim, The Mauritanian. مين؟ ده مصري ده ولا طاهر رحيم؟ مين طاهر رحيم ده يا جماعه؟ فيلم ايه؟ لا مؤاخذه حاجه، جاري اولدمان، مانك، طاهر رحيم، ذا مارتينيوم. ذا مارتينيوم ايه الفيلم؟ ايه مين طاهر احمد ده ولا طاهر رحيم وفي مارتينيوم؟ مين الناس دي؟ هو احنا عايشين في مجره تانية وفي ناس ممثلين بيطلعوا افلام بتطلع احنا مش موجودين ولا ايه؟ Best performance in an actor in a motion picture musical or comedy. ممكن يبقى مين؟ خمسه، عايزين خمس اسامي. خمس أسامي، عايزين خمس أسامي. مين ممكن ميوزيكال أو كوميدي؟ ممكن ساشا بارون كوين عن بورت 2 يستاهل بصراحة. أنا عجبني الفيلم جدا، بس غريب قوي بورت. ممكن بورت فعلا يخش، هيبقى غريب قوي لو فعلا دخل بورت، بس أنا ماشي بحط واحد من خمسة. ممكن مين ممكن اسمه ايه يا ربي؟ اللهم صل على النبي. ممكن اسمه ايه؟ ليونيل موراندا ولا بتلخبط في اسمه، بتاع فيلم هاملتون. ما شفتش الفيلم برضو بس حاسس ان هو هيترشح. مين تاني؟ هما خمس اسامي، معرفش دول اللي جم في دماغي بصراحه. ميوزيكال اور كوميدي؟ ساشا بارون. الله. Borat subsequent movie film. James Corden, The Prom. Lin-Manuel Miranda, Hamilton. Dev Patel, The Personal History of David. هو ديف باتيل عمل فيلم السنه دي يا جماعه؟ انا ما كنتش اعرف. Copperfield. بتاع الساحر. Andy Samberg, Palm Springs. Andy Samberg ترشح جولدن جلوب Palm Springs. انا عايز اتفرج على فكره، انا عايز اتفرج على Palm Springs. بس أندي سامبرج ترشح في بالم سبرينجز؟ ده بجد أندي سامبرج؟ weirdest thing I ever heard in my life. performance by an actress in a motion picture. actress motion picture drama. ممكن فايولا ديفيز. هي فايولا ديفيز ما اتقالتش الأول. ممكن فايولا ديفيز عن فيلم بتاع مع تشادويك بوزمان، أنا بسقط اسمه. ممكن مين فرانسيس ماكدورمان. فرانسيس ماكدورمان عن فيلم هوملاند. في احتمالية كبيرة هي جدا هي اللي تكسب اصلا. ممكن مين تاني؟ فرانسيس ماكدورمان وفايولا ديفيز، وممكن مين تاني؟ ممكن اوليفيا كولمان. ممكن اوليفيا كولمان، مش عارف. مين تاني عمل السنه دي اكترس دراما؟ مين
ده انا استغربت من شويه اصلا في روزومن بايك انها عملت فيلم، ولقيت ميشيل فايفر عملت فيلم. البت اللي الممثله اللي عملت فيلم بيسز اوف ا وومن، فانيسا، اسمها فانيسا تقريبا، اسمها فانيسا حاجه او حاجه فانيسا مش فاكر. بيسز اوف ا وومن، ماشي. يعني احنا كده فيولا ديفيز، فانيسا حاجه او حاجه فانيسا مش فاكر اسمها مع الاسف، بتاعت بيسز اوف ا وومن، الفيلم ده برضه عايز اشوفه. ومين تاني؟ قلت فرانسيس ماكدورمان، وممكن اوليفيا كولمان، الله اعلم، مش عارف، ممكن فيلم ذا فادر اوليفيا كولمان معاهم كده. اربع اسامي، ما اعرفش مين ممكن يبقى الخامس، الله اعلم. يلا نشوف. دراما فيولا ديفيس، ما رينيز بلاك بوب، هو ده. اون اندرو داي، ذا يونايتد ستيتس فيرسس بيلي هوليداي، ما اعرفش ايه الفيلم ده ومين الممثله اللي اتقالت دي، انا عمري سمعت عنها. فانيسا كيربي، ايوه فانيسا كيربي، هي فانيسا كيربي، بيسز اوف ا وومن، اوف ا وومن. Frances McDormand. هي اللي هتكسب شكلها. Nomadland. مين بقى الاسم الاخير؟ Carey Mulligan. Promising Young Woman. Carey Mulligan، هي Carey Mulligan كمان مثلت السنه دي؟ هو فيها يا جدعان، هو انا فعلا عايش في مجره لوحدي ولا ايه؟ انا ثقافتي تقريبا وقفت عند Carey Mulligan The Great Gatsby 2013، مش فاكر هي كانت عملت اساسا افلام تاني بعد كده. نهار اسود، دماغي خلاص، يعني دماغي ما بقتش مستحمله. أوليفيا كولمان ما ترشحتش؟ غريبة قوي، غريبة قوي قوي قوي، يعني أوليفيا كولمان هي ما ترشحتش. بس موشن بيكتشر دراما، هو بيبقى خمس أسماء ولا بيبقى تسعة زي الأوسكار؟ تقريبا خمسة. ممكن فيلم مثلا ترايل اوف شيكاغو 7، ممكن. أنا هقول خمس أسامي، هو تقريبا جولدن جلوب بيبقى خمسة مش زي الأوسكار، زي الأوسكار بيبقى ساعات سبعة ساعات تمانية ساعات تسعة، الجولدن جلوب تقريبا بيبقى خمسة. شنو دراما؟ خمسة خمسة خمسة، صح افتكرت. ترايل اوف شيكاغو 7 ممكن، ممكن كمان مانك بتاع جاري اولدمان، وممكن كمان ايه تاني، ممكن نوملاند بتاع فرانسيس ماكدورمان. ايه تاني؟ لا التاني ميوزيكال، مش تاني مش دراما، ميوزيكال او دراما ولا ميوزيكال. الفيلم بتاع تشادويك بوزمان برضو ممكن، ولا التاني ميوزيكال اند دراما. هو مش مفروض الكاتيجوري بيبقى ميوزيكال اند دراما، مش عارف، ما لا لا كوميدي اند ميوزيكال ولا حاجه زي كده. لا 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 لا, لا. ما شيل بتاع تشادويك بوزمان، شيل بتاع تشادويك بوزمان. هو مانك ونوملاند وترايل اوف شيكاغو 7، مانك ونوملاند وترايل اوف شيكاغو 7. ممكن ايه تاني؟ مانك، ترايل اوف شيكاغو 7، و نوملاند، معرفش ايه اللي ممكن يكونوا اتنين تانيين بصراحة. يلا بينا. The Father صح، ده نسيت The Father بتاع انتوني هوبكن، صح صح صح، خلاص. Mank زي ما انا قلت، انا بقول مانك، انا قلت مانك ولا مانك، هو ده انا قصدي بتاع جري اولدمان. Nomadland طلع اسمه Nomadland، انا عمال اقول Nomadland على طول، انا بحسب الدي سايلنت، طلع الدي سايلنت نوت سايلنت، اسمه Nomadland. اسمه ايه معلش حاجه؟ The Father. ايوه معلش، عايز اسمع الاسم. ايوه Nomadland اسمه Nomadland، انا افتكر Nomadland. يلا بينا. Promising Young Woman ده كان فيلم بتاع مين؟ انسيت، بتاع كاري موليجن باين. The Trial of Chicago 7. اوكي يا جماعه، هو تقريبا الفيديو خلص بتاع اللي انا كنت بتفرج عليه، هو كان خمس دقايق بس. يا لهوي، هو الجولدن جلوب نومينيشن 51 دقيقة. لا انا اسف، مش هتفرج على 51 دقيقة، كتير جدا. انا هعمل حركة صايعة دلوقتي، ثانية واحدة خليكم معايا، يعني هوقف الفيديو ثانية، هروح هجيب لستة كاملة، هخش سيرش، اكيد منزلين لستة كاملة للجولدن جلوب، وعشان في حاجات كتيرة جدا ما اتقالتش على فكرة. في بس كوميدي موفي ده برضو ما اتقالش، وفي سكرين بلاي ما اتقالش، والانيميتد فيتشر برضو ما اتقالش، وفي الفورين فيلم تقريبا ما اتقالش، ففي حاجات كتيره جدا ما اتقالتش، فانا هخش اجيب بقى الليسته كده من الاخر ورايح دماغي يعني. اوكي يا جماعه، انا عطرت في موقع دلوقتي بتاع CNN ده، منزلين كل حاجه عن الموضوع، انا لقيته اهو دلوقتي تلفزيون. لا احنا مالناش دعوه بالتلفزيون، احنا ننزل دراما تلفزيون برضو، تلفزيون ده كله تلفزيون ولا مفيش؟ فيلم اهو، best motion picture musical or comedy، ده اللي ما اتقالش. بورات بس موشن بيكتشر ميوزيكال اور كوميدي، ده بجد ما كنتش متوقعها خالص دي. ده انا لو كنت على فكره، لو الكاتيجوري ده لو كانت 1000 الفيديو، نو واي انا كنت هبريدكته،
نو واي. انا كنت ممكن اقول ماشي ساشا برون كوين زي ما انا قلت، بس بورات بس موشن بيكتشر صدمه. اوكي على فكره الفيلم كان حلو مش وحش، بس مش لدرجه بيست بيكتشر يعني. اوكي هاملتون ما شفتش الفيلم. ميوزك انا ما اعرفش ايه ميوزك ده علينا. بالم سبرينجز ماشي، ده بتاع الولا اللي ترشح كان اسمه ايه الولا، نسيت اسمه، ما علينا. الولا اللي بيغني ده اللي انا استغربت ان هو ترشح ازاي، بس ماشي يعني كلها بتاكل عيش. ذا بروم ما اعرفش ايه فيلم ذا بروم، بس ده تقريبا ده فيلم نتفليكس على ما اظن يعني. ليت مي جيف مي ا سيكند ليت مي شيك، بس تقريبا هو ذا بروم ده فيلم نتفليكس على ما اعتقد يعني. انا ما اعرفش ايه فيلم اللي اسمه ميوزك ده. 2021 ده لسه ما نزلش اصلا. الله نزل، نزل في يناير ولا حرفيا ولا عترت فيه ولا عمري سمعت عنه. ذا بروم ده فيلم فيلم نتفليكس زي ما انا قلت، فيلم نتفليكس زي ما انا قلت. بتاع مين بقى باشا؟ بتاع ريانا جراندي، ميرل ستريب. انا مش عارف ايه الافلام الغريبه دي يا جماعه. ماشي بس موشن بيكتشر دراما احنا قلنا فادر مانك، نوماد لاند، بروميسنج يانج وومن، ترايل اوف شيكاغو 7 ده احنا بريديكتيني. الفورين لانجويج بقى في افلام انذر راوند، الفيلم ده عايز اتفرج عليه لسه ما شفتوش على فكره، بتاع الدنمارك عايز اتفرج عليه وان شاء الله باذن الله هعمله ريفيو ما تقلقوش. لا لا يورونا ده فيلم غواتيمالا سلاش فرنسي، فيلم ايطالي مترشح اسمه ذا لايف اهيد، فيلم ايطالي. حبايب اخواتي اللي ما يعرفش يا جماعه انا من ايطاليا، انا نص ايطالي نص مصري، فده اللي ما يعرفش يعني. بس بقى مش حاسس، مش حاسه هيبقى فيلم مهبل برضه بصراحه يعني. الافلام الايطاليه ريسنتلي في اواخر كام سنه كتير بقت افلام كحيانه مله. صوفيا لورن، صوفيا لورن رجعت تمثل تاني. يا لهوي ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا حاجه؟ ده انت خلاص يعني، انت رجلك والقبره وليه. صوفيا لورن، صوفيا لورن، صوفيا لورن دي يا جماعه عندها في اخر الثمانينات تقريبا، يمكن التسعينات كمان الله اعلم. اولاي نتفليكس كمان ذا لايف اهيد، فيلم نتفليكس. والله ممكن يطلع فيلم حلو والله، بس احنا ممكن نكون احنا بنافور في الحوار، بس ممكن يطلع فيلم حلو. ده كام على روتن؟ 91 على روتن توميتو. واو ممكن يطلع فيلم حلو على فكره. مين راي ده برضو فيلم، اذا هو مين راي ده فيلم امريكاني، انا كنت بحسبه فيلم كوري. ده بتاع الولد بتاع ووكينج ديد، الولد الصيني ده ولا الولد الكوري، هتفرج عليه على فكره. هعمله ريفيو يعني. في فيلم تاني اسمه تو اوف اس، ده فيلم فرنساوي سلاش امريكاني ما اعرفش ايه ده. السكرين بلاي بقى، سكرين بلاي انا مش عارف هو كان جولدن جلوب كان فيه سكرين بلاي اوريجينال ادابتد ولا هو بيبقى واحد، ما اعرفش. يلا نشوف. سكرين بلاي بروميسنج يانج وومن، ميرل فينلا ما اعرفش مين ده، ولد ولا ست، راجل ولا ست اساسا مش عارف. مانك جاك فينشر، ده اخو ديفيد فينشر يعني. شيكاغو 7، ارون سوركن، فيلم فلورنس زيلر، كريستوفر هامبتون، ذا فادر، كلوز اوت، نوماد لاند. مش عارف انا على فكره، قلبي مش مطمن للسنه دي بتاع الاوسكار ده، مش حاسس ان الجوائز السنه دي وحشه قوي قوي، مش وفي حاجه، في حاجه غلط، حاسس ان في حاجه غلط. اوريجينال سونج موشن بيكتشرز فايت فور يو، جوداس اند ذا بلاك مساي، على فكره جوداس اند بلاك مساي مستني جدا عايز اتفرج عليه. فيلم هير ماي فويس، ترايل اوف شيكاغو 7، اي او سي، ذا لايف اهيد، ده فيلم ايطالي، الفيلم الايطالي بتاع صوفيا لورن. سبيك ناو، وان نايت ان ميامي، تايجرز اند تويد، ذا يونايتد ستيتس فيرسس بيلي هوليداي. انا مش عارف ايه اللي انا بقراه ده. اكتر ان ا سبورتنج رول ان اني موشن، ان اني موشن بيكتشر، ساشا بارون كوين، ذا ترايل اوف شيكاغو. واو ده ساشا بارون كوين ده كده مترشح ليدنج في بورات ومترشح سبورتنج في ترايل شيكاغو ومترشح في فيلم بورات نفسه، يعني كده ساشا بارون كوين معاه 3 جولدن جلوب ترشيح جولدن جلوب السنه دي. واو واو انا عندي احساس، عندي احساس ان هيترشح اوسكار السنه دي. ساشا بارون كوين هيترشح في فيلم ترايل اوف شيكاغو 7 سبورتنج اكتور، بس مش هيترشح ليدنج من وجهه نظري. دانيال كالويا عن جوديس بلاك مسايا مستحق، انا من وجهه نظري في تريلر بجد كان شكله عمل دور حلو هو كيث ستانفيلد. جاريد ليتو عن ذا ليتل ثينجز، انا لسه ما اتفرجتش على ليتل ثينجز يا جماعه على فكره، وهتفرج عليه انا. بصوا اي بروميس انا هتفرج عليه، هعمل لكم تريلر رياكشن. يا نهار اسود انا مالي في ايه تريلر رياكشن ايه، هعمل لكم ريفيو كله دخل في بعضه. جاريد ليتو في ليتل ثينجز مش عارف، مش مطمن برضو للترشيح ده، هتفرج على الفيلم وهقول. بيل يا راجل، لا بيل ميري رجع يمثل تاني اون ذا روكس. مين الاسم الاخير؟ ليزلي اودوم جونيور، وان نايت ان ميامي. يا جماعه مين الناس دي يا جماعه؟ مش عايز اقول الفاظ،
مين الناس دي؟ ايه الافلام دي؟ وان نايت ان ميامي. اه ده الفيلم ده انا عارفه، انا عارف الفيلم ده بس مشفتوش، بس عارفه. بس مين بقى اللي ترشح ليزلي اودوم جونيور؟ مين الاخ ده؟ مين ده؟ مين يا باشا؟ هو ده اللي عمل ميردر اورينت اكسبرس. عرفته بس ما كنتش مسقط اسمه، مسقط شكله. ايه يا جماعه ده؟ ماشي، بيست اكترس ان سبورتنج رول. احنا بيست اكترس ان سبورتنج رول ما شفناش جلينج. انا اسف لو الفيديو ده طول يا جماعه، انا بجد اسف يعني، غصب عني. بيست اكترس ان سبورتنج رول ان موشن ماشي موشن بيكتشر. انا قلت ايه؟ شو جلين كلوز هيل بيلي الي جي. ما شفتوش الفيلم ده بس قطع عليه، عارفه يعني. جلين كلوز اوكي. اوليفيا كولمان ذا فادر اهو بالظبط. انا امال ايه ده؟ انا حطيت اوليفيا كولمان في الليدنج، هي مترشحه سبورتنج. اوكي لا، جودي فوستر مترشحه. ذا موريتانيان. واو، جودي فوستر مترشحه وميشيل فايفر مترشحه. انترستينج فشخ. اماندا سيفريد عن فيلم مانك. ايه ده، اماندا سيفريد موجوده في الفيلم؟ ما شفتش الفيلم، انا لازم اتفرج عليه الفيلم ده. انا بحب اماندا سيفريد جدا، بس بتترشح. واو، مش متوقعها خالص. هيلينا زينجل ناو. مين هيلينا زينجل دي؟ نيوز اوف ذا وورلد. فيلم ايه ده؟ انا برضو ما اعرفش يا جماعه. انا تقريبا بتاع كباب، انا مش بتاع سينما. تقريبا انا بتاع كباب وكفته، مش بتاع سينما اقسم بالله. نيوز اوف ذا وورلد فيلم بتاع توم هانكس. الفيلم ده برضو عايز اشوفه. دي البيت المترشحه، البيت الصغيره هيلينا زينجل. واو، دي 12 سنه البيت دي. هل ستعيد الامجاد بتاعت زمان اللي كان فيه بيتر الولا، ولا البنت اللي اسمها بيتر اوتول الولا كان عنده 3 سنين 5 سنين ده اللي كسب ده، لا اعلم. البنت كان في فيلم افريقي برضو كان نزل في 2012 بس للاسف البنت وش طبعا مش هفتكر اسمها. بنت كانت صغيره برضو كانت مترشحه اوسكار. هل ستعيد الامجاد وستفوز؟ لا اعلم. بس اكتر ان موشن بيكتشر قلناها، ده قلناها ولا ما قلناهوش؟ قلناها. ساشا بارون كوهن، بورات، مش عارف مين، ذا بروم، جيمس كوردن، موليان موراندا، هاملتون، ديفيد باتيل. ديف باتيل بتاع فيلم بتاع ديفيد كوبرفيلد. اندي سامبرغ، افتكرت اسمه، اندي سامبرغ، بالم سبرينجز. الانيميشن كرودز، اونورد، اوفر ذا مون، سول، وولف ووكرز. ما اعرفش غير سول واونورد وكرودز. اللي هيكسب طبعا وش سول، من غير ما اعرف ايه الباقي ده. سول وش هيكسب بنسبة 99.9999%. أكتر دراما قلناه رز أحمد وشادو قلناه خلاص. أكترس دراما قلناه برضو بتاع فايولا ديفيز وفرانسيس ماكدورمان. ده قلنا بست أكترس إن موشن بيكتشر ميوزيكال كوميدي، ده ما قلناهوش صح. ماريا باكالوفا، لا انتوا يا جماعة بتهرجوا. ماريا البت اللي كانت مع بورات، انتوا بتهرجوا يا جماعه. فيلم بورت اخد حجم اكبر من حجمه فشخ. ماريا باكالوفا جماعه، الفيلم كان حلو وبجد حقيقي كان بيضحك، بس مش يستاهل كل الترشيحات دي. والبنت اللي معاها عادي يعني، مثلت عادي، مش لدرجه ترشيح جولدن جلوب على فكره. كيت هاتسون اهي عن فيلم ميوزك، ميشيل فايفر، فرنج اكزيت، روزمان بايك. اوكي احنا قلنا القائمه دي، قلناها مش القائمه دي قلناها ولا انا بتاع يا جماعه. انا معلش انا اسف، انا مش نايم كويس النهارده ولسه لحد دلوقتي لسه ما اتغديتش. انا اسف لو بقول لكم الكلام ده، بس اللي هو مش عارف انت بتحكي لي مشاكلك ليه يعني. بس انا فعلا بجد في حاجات عماله تخش وفاصل ومش اكل وحالتي كرب، فمعلش استحملوني الفيديو ده، انا اسف. شونال بالكاتيجوري ده بس انا لحد دلوقتي مش قادر ابلع ازاي كريستوفر نولان مش موجود في بس دايركتور. ديفيد فينشر ماشي، ريجينا كينج انا ما كنتش اعرف ان ريجينا كينج هي مخرجه الفيلم بتاع وان نايت ان ميامي. ارون سوركن ماشي، الولايه بتاعت نو ماد لاند اللي هي كلوز اهو. الراجل مش عارف انت اسمه ده ولا الست، مش عايز اشوف الراجل ده ست، راجل ولا ست. ايميرالد فينل شكلها تقريبا اسم ست على فكره، تقريبا صح اسم ست. هي اللي عملت ترايل اوف شيكاغو 7 صح، ولا مين دي؟ فيلم ايه اللي مترشح؟ Promising Young Woman. واو، ده في ثلاث ستات مترشحه السنه دي. ستات في ثلاث ستات السنه دي مترشحه ستات، يعني الجمله ملهاش اي اساس من الصحه. في ثلاثه ستات مخرجيات مترشحين السنه دي كبس دايركتور في الجولدن جلوب.
ريجينا كينج، كلوزاو، وإيميرالد فينل. واو، يبقى السنه دي اكيد وش هياخدها واحده ست، عندي احساس كبير. اوريجينال سكور ذا ميد نايت سكاي نيوز اوف ذا وورلد مانك تانت. لا والله فيلم تانت داخل على حس الاوريجينال سكور، ما عدش قدامك مثلا كده، قدامك كبست بيكتشر، كبست دايركتور، كبست اي حاجه ولا ايه؟ انا مش فاهم يعني. يا نهار اسود يا دين النبي، تانت ده تانت داخل الجولدن جلوب اوريجينال سكور بس؟ لا تعليق، حرفيا نو كومنت. ازاي ازاي بجد ازاي كريستوفر نولان مش مترشح؟ انا بجد مش مصدق. ما علينا، دي كانت الترشيحات كلها بتاعت الجولد جلوب. انا بجد انا اسف 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 لو الفيديو تطول زياده عن اللزوم، بس انا اي بروميس حوار العشوائيه اللي انتوا شفتوه في الفيديو ده مش هيحصل تاني، لان السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها كنا مرتبين الفيديو، كنا عاملين حاجه حلوه كده، وكنا كاتبين النومينيشنز بتاعتي، وعايز اعرف انه انا برده على فكره انا السنه دي ما كتبتش اي حاجه، ومع ذلك برده في الكاتيجوريز اللي انا اتفرجت عليها في الفيديو برده عرفت اجيب اسامي الناس اللي ترشحت. يعني في اسامي انا يعني ما خطرش على بالي اساسا ممكن اجيبها، وقلتها وطلعت صح، فده يثبت ان انا جامد قوي. في افلام كتيره جدا ما اعرفش عنها اي حاجه، في كميه ممثلين برضو ما اعرفش عنهم اي حاجه، انا مش عارف الناس دي مين اساسا، او انا زي ما قلت من شويه تقريبا انا بتاع كباب وكفته مش بتاع سينما، فانا مش عارف. في كميه ناس اتقالت الله اعلم مين دول اساسا. بس انا بتاسف جدا على العشوائيه اللي انا كنت فيها النهارده، بس انا غصب عني السنه اللي فاتت كنت محضر، والسنه اللي قبلها كنت محضر، وانا اصلا ما كنتش اعرف اصلا ان هم هيعملوا بريدكشنز، بجد انا ما كنتش اعرف، لان اللي اعرفه ان هو كان المفروض بيبقى في نص فبراير، فانا هتفرج وكاتب واعمل ريفيو وعامل حسابي ان انا في كذا كذا، انما فجاه كده اول فبراير راح اعملوا بريدكشنز كده ومش عارف ايه والكلام ده. ما علينا ما علينا، هم تقريبا غيروا حاجه على فكره الاوسكار تقريبا على ما اعتقد يعني. كويس كويس ان احنا بنتكلم على الاوسكار والجولدن جلوب. انا اسف اخر حاجه وهقفلها، انا عارف ان انا طولت عليكم النهارده زياده عن اللزوم، عايز ابص بس اخر حاجه جولدن جلوب 2021 هيبقى امتى؟ معلش حلو 28 فبراير، اشوف بقى يعني اشوف الديت ده بيرجع لورا، ساعتها هنولع فيكم. والاوسكار بقى بالمره عشان ننجز اتاجل الاوسكار صح؟ الاوسكار في ابريل، هو يعني في فبراير مارس ابريل، هو مش الاوسكار انا اعرفه الاوسكار كان بيبقى في مارس وكما يبقى في ابريل، ما علينا. الاوسكار يوم 25 ابريل، اشوف برضو البتاع ده يرجع لورا هنولع فيكو، عشان احنا انا ماشي متسيستم على الافلام اللي بتفرج عليها وعمل لها ريفيوز على اساس ان لسه الاوسكار في ابريل، فما تجيش انتوا تطلعوا زي كده زي الخازوق مره واحده وتقولوا لنا لا الاوسكار الشهر الجاي. فانا بنقول لكم اهو لسه ما نعرفش مين الهوست، سواء بتاع جولدن جلوب او بتاع الاوسكار ما نعرفش اي حاجه لسه. بس ما عنديش حاجة تانية اقولها عن الجولدن جلوب السنة دي بتاع 2021. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، حاسب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن، ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام حاسب لكم اللينك برضو في الديسكريبشن، وباي باي.